استاد القاهرة ملعبه هو ملعب النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيلعب عندنا، فمش هنتكلم عن الاستعدادات. كلنا نعلم ان استاد القاهرة من احسن الاستعدادات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية بالنسبة لي، حتى شروط النيابة العامة، تمام كده. فالاستعدادات زي اي ماتش، الفرق ان المرة دي بجمهور. كنت اتمنى ان يبقى الجمهور اكتر من كده، ولكن ده قرار مش بتاعنا. ولكن احنا احسن من الاول، والدنيا ماشيه لقدام، ويا رب ما نرجعش لورا، وان شاء الله الجمهور راجع. وده اللي انا متاكد منه، الجمهور بكامل طاقه الاستاد راجع. وبالمناسبه كمان، عشان قبل ما تسالني توصيتك ايه للجمهور، اقول له معلش نستحمل. انا شايف الجمهور ما شاء الله عليه منضبط جدا وملتزم بكل التعليمات اللي بتصدر، وحتى كل المباريات اللي بدون جمهور مفيش حد بيجي. وخلاص هانت، الجمهور راجع، ونكمل بقى ان شاء الله. فبالنسبه للاستعداد احنا كويسين. الارضيه حالتها تعبت شويه، احنا في شتاء، نتيجه ان احنا بنلعب كل يوم. نرجع كده للسي في، هنلاقي نفسك ان انت بفاصل يومين، بفاصل ثلاث ايام، وفي الفتره الاخيره كنا كل يوم او يوم ويوم، يعني في ايام ورا بعض وفي فاصل يوم واحد. بمشيئه الله سبحانه وتعالى على يوم 5 مش يوم 6 هنفتحه عشان التدريبات للنادي الضيف وللاهلي، هيكون حالته احسن من كده. وكل ماده هيتصلح وهيتحسن نتيجه ان الجو بيدفى، يعني الجمهور راجع ان شاء الله. حتى لو كان السيزون ده مش هيرجع في الدوري، في اعداد حددت يعني للكاس، ماتشات الكاس بجمهور. انما السيزون جاي الجمهور راجع ان شاء الله، وهم عاملين الاعداد القليله كموضوع تجريبي يعني. وان شاء الله الجمهور هيلتزم، وجمهور الاهلي هيلتزم. النادي الاهلي عايز يعمل حاجه، والامن يقول ممكن يقول لا في دي يخليها كذا، يعني هنقعد ننسق للصالح العام. وبعد كده مش هنحتاج تنسيق ان شاء الله لما يرجع الجمهور. انت شفت الملعب، لما تشوف المره الجايه بقول لنا رايك ان شاء الله، هتلاقي احسن. لازم طبعا، اصل دي ده كائن حي، نجيله. صح في الشتاء نموها بيقل شويه، او النوع النجيله ده نموه بيقل شويه في الشتاء. انما احنا بنعمل ايه؟ بندفي بان احنا نغطي، وبنرش العناصر بعلم طبعا، بشركه متخصصه كبيره بترص الكيميائيات اللي هي بتتحط، يعني اللي هو بيقول عليه الكيماوي يعني، وعناصر تقويه وبتاع. والمين بوينت يعني، او الاساس، ان احنا ندفي الملعب، فالنجيله بتنمو ان شاء الله. ده ملعب اساسي النادي الاهلي والزمالك. والنجيله في مصر بتيجي في الشتاء، على فكرة النجيلة في مصر زي أي نجيلة في دول العالم، بتيجي في الشتاء ما بتنموش كويس. فتبص تلاقي الأماكن اللي فيها زحام زي نص الملعب وعند منطقة ال 18 دايما إيه، بتتاكل شوية كده. ولكن عايز أقول لك حاجة، الحمد لله رب العالمين، عشان في شركة متخصصة وكبيرة. الاستاد القاهرة يعني حالته مش زي كانت استادات تانية، كانت وحشة قوي يعني. لا، في شركة، لكن احنا اتصلنا بالشركات العالميه، وفي شركه لها باع وعامله حوالي 600 ملعب في العالم، من ضمنها برشلونه وريال مدريد، وبتعمل حاليا ملاعب في روسيا استعدادا لكاس العالم. جت هنا وعرضت علينا يعني، وكان في وجود المهندس خالد وزير الشباب والرياضه، برضه نفس الكلام، تكنولوجي حديث وبمكان حديث طبعا جدا، هيزرع الارض. وهنيجي في فتره دخول الشتاء قال لك لازم نوقف 10 ايام. ده تكنولوجي عالي وبيتكلف اكتر ما احنا بنعمل هنا، لكن طبعا مش خساره في استاد القاهره. فاحنا لسه يعني مستنيين يعني الاجراءات القانونيه من قبل وزاره الشباب والرياضه، ومنتظرين. نجحنا، وده ما اتمناه، هنشتغل على طول بعد نهايه السيزون. ما نجحناش، انا هغير النجيله برضو في بعد نهايه السيزون بالشركه المتخصصه اللي عندي،
بحيث ان هي اصلا بقى لها حوالي 5 سنين او 6 سنين ما طلعتش. وحشنا التشجيع والدخلات بتاعتكم، ومعلش استحملوا معانا تاني شويه كل الاجراءات اللي بتتم دي لصالح البلد، وانتوا ولاد البلد وانتوا امل البلد، استحملوا. لكن انا بوعدكم الجمهور راجع زي زمان ان شاء الله.